السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صديقكم محمد. اليوم مقطع جديد، نتكلم عن دريم نيجا وبرنامج اسمه ظرفشة. نزلوه هيعجبكم خالص، تقدروا تعملوا من عليه أي حاجة. ويلا نبدأ في المقطع، وأرجوكم نبدأ في المقطع، اعملوا لايك وسبسكرايب وإن شاء الله نوصل 100 مشترك. يلا نبدأ. عايزين برنامج ظرفشة ده، فك الضغط، هندخل كده نتك على اندرويد، ندخل على داتا أول واحدة، وهنلاقوا هنا مكتوب بعد لو بعد أي حاجة فرس تاتش جيمز، هتتكوا عليها اللي هي دريم نيجا وفايلز، هتتكوا كده. بعد كده هيجيلكوا المكان الغريب ده، هتمسحوا ثلاثة ده اهو، تنزلوا كده اول واحد ديت يس، وده برضو ده هو اللي مانع دريم نيجا ان هي تتقوى اكتر من ثلاث مرات، بس بالذات تمسحوا اخر واحد ده. التانيين لازم تمسحوهم، ايوه، بس ده اكتر واحد عشان هو الاساس للمشكلة. وهنخش على دريم نيجا وهنشوفه. خشينا على دريم نيجا، معلش احسن اصحابي يعني، معلش والله سامحوني، كنت بلعب ماتش بس، معلش هكمله، معلش يا احسن اصحاب. وجود لحد دلوقتي هو 4-0. وهنزل مقطع برضو ازاي تهكروا دريم نيجا، وبصوا هوريكم الاعدادات. بصوا دلوقتي في الاعدادات، لو انتوا عايزين تكبروا الشاشة، بصوا تكبروا من هنا كده، بصوا الشاشة، ولو عايزين تقربوها خالص تكوا كده لحد زيرو. انا بلعبها لحد زيرو، حاجة جميلة خالص، انا بحب كده، بس لما تبقى بعيدة انا مش بشوف عدل، وان شاء الله حرم النظرة. انا محترف دريم نيجا، و فاكرين فيديو اي سي ماركت، اي سي ماركت ده بينزل برضو دريم نيجا متهكرة، بس مش بينزلها اكتر من ثلاث مرات، واي سي ماركت نزلوا من عليه كل حاجة ان شاء الله. خلاص الماتش هيخلص، ستة صفر، حلوة. لو حلوة اكتبولي تحت في الكومنتات، محدش ينسى، عشان انا بفرح اوي من الكومنتات الجميلة اللي بتتكتب. بصوا خشين هو هنا عادي جدا، اكتبولنا اهو، قوة اكتر من ثلاث مرات اهو اهو، والرابعة هو قال لي مش هينفع، يبقى هنطلعه كده نخش على الزرفيشن مرة تانية. بعد ما تلعبوا ماتش كل شوية تخشوا على الزرفيشن، معلش الطريقة يعني صعبة شوية، وتقعدوا تمسحوها، معلش يعني تقعدوا تمسحوهم، تطلع تخش على دريم نيجا عادي خالص اهو. هو مش هيقوى، لازم تلعبوا ماتش بقى، لما تلعبوا الماتش ان شاء الله هيقوركم، انا متأكد عشان انا جربتها 100 مرة. بس لازم تتقوى في بعد الماتش، بعد كل ماتش تخلص تعمل زي ما وريتكم، هتخشوا كده تخشوا عادي خالص، تخشوا هنا وتعملوا زي ما وريتكم، تخشوا تلعبوا الماتش بعد كده تمسحوا البتاع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.